مرحبا بكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل وقت وحين. اليوم راح نتحدث عن لغة الـ PHP اللي هي لغة Server Side اللي هي من ضمن قائمة الـ Backend. بس قبل لا نسولف شوي على الـ PHP، صار لنا زمان ما حاجين شوي على البرمجة، وقفت لأنه بسبب قلة من المهتمين أن يتعلمون البرمجة. تحدثنا بالدورات السابقة عن لغة الـ HTML والـ CSS والـ JavaScript، وأيضا تطرقنا إلى لغة جافا. اليوم راح أسوي دورة سريعة إلى الـ PHP. هواية من المبرمجين ما يلتفتون إلها بسبب صعوبتها، يحتاج إلى عدة برامج، يحتاج إلى خادم، إلى استضافة، إلى دومين. زين هذين التسميات كلها هاي شلون راح أواجهها؟ شلون أقدر أحلها؟ شلون راح أقدر أفهمها؟ شلون أبدي هسه أكون مبرمج باك إند بما إنه أنا تعلمت الفرونت إند اللي هو الـ HTML والـ CSS والـ JavaScript؟ إذا نحتاج إلى باك إند. الباك اند هو PHP. PHP يحول لي الموقع مالتي، مثلا اذا بنيت موقع، الى دايناميك بحيث الكود مالتي يخفيه، لانه بالفترة السابقة اشتغلنا على الاكواد بشكل ستاتيك، بحيث من اسوي فيو سورس كود راح يظهر لي بشغة HTML واضحة، ممكن انه اي شخص اخر يسرق المحتوى مالتي ويسرق الثيم او التمبليت مال الموقع ويبني نفس ما هو يريده، بس على شكل الألوان اللي هو يختارها وعلى الصور مالته وعلى النصوص مالته بس، لكن المحتوى اللي أنا تعبت عليه راح يقدر أي شخص ياخذه. لذلك الـ PHP راح يخفي لك هذه الأمور، لذلك هي مهمة ولذلك هي مطلوبة، ولذلك هواية من الشركات تريد مبرمجين يشتغلون على الـ Backend. تعالوا خلينا نتعرف. بما أنه إحنا نريد نتعلم لغة الـ PHP، يحتاج يكون عندنا برنامج يشغل لنا خادم يسوي لنا على شكل دومين خاطر، لانه لغه الـ PHP بدون هذا الخادم ما راح يفتح بالبراوزر وما راح اقدر اشوف تنفيذ الكود مالي اللي دا اكتبه. بس خاطر انزل برنامج يسوي لي الكمبيوتر مالتي على شكل دومين واستضافه، خاطر ابدي اكتب بالمحرر كودات الـ PHP وراها اقدر اسوي لها بلمنتيرن تنفيذ ومعالجه بالبراوزر، راح اشوف النتائج مالتي. فيلا خلينا نروح نشوف مثلا شنو البرنامج الافضل اللي انزله على الحاسبه وما ياخذ من عندي ذاكره عاليه جدا. وراح اخلي لكم اللينك بالوصف مال القناه، وايضا راح اخلي لكم هواي تفاصيل موجوده. يلا تعالوا خلي نتعرف على لغه الـ PHP، بس قبل كل ذلك نروح ننزل برنامج الخادم. نروح فاصل ونرجع لكم يا اصدقائي. فاصل يا أصدقائي، رجعنا وياكم. هذه برنامج نزله على الكمبيوتر اسمه لاراغون، إذا تلاحظون أمامكم بإمكانكم تنزلوه على شكل زيب فايل، تسووا له داونلود، مجرد ما تقول له يمكن get started وراح ينزل الزيب فايل. صار زمان ما منزل برنامج لاراغون، بس راح نحاول ننزله وياكم يا أصدقائي. بعد يا أصدقائي خلي أوخر الصورة مالتي خاطر توضح عندنا بشكل أصولي، أسرحت الصورة وخلي أكبر. راح تنفتح هذا النافذة يا أصدقائي، راح أسوي لها زوم، راح يكبر شوية. ما أعرف إذا تلاحظون إنه الصورة تكبر أو لا، مجرد إنه أكو خانة هنا أنا اسمها الداونلود يا أصدقائي. هاي هي أمامكم. بعد ما نروح على الجيتس تينك ستارتك، نروح على الانستر، راح تطلع لنا خانة الداونلود. مجرد انه اضغط على الداونلود وطالع لي صور التنصيب، انه شلون اقدر انصب اني البرنامج يا اصدقائي. مجرد الضغط على كلمة داونلود، بعد الضغط على كلمة داونلود يا اصدقائي، هنا راح يطلع لي انه يقول لك شلون تريد تحمل برنامج اللاراغون، شنو الاشياء اللي تريد تختارها. مثلا عندك داونلود لاراغون فول او البروتابل. هذا شنو الفرق؟ تباوع انه هنا شي يدعم الـ PHP، مثلا هنا يدعم PHP 7.4، هناك يدعم PHP 5.4. احنا ناخذ الاحدث فيرسيون او الفيرجن، ناخذ الاحدث فيرجن. اذا راح ننزل اللي هو الداونلود لاراغون فول ونحمله ونصبه، راح يشكل حينزل على شكل زيب فايل. لو تلاحظون يا اصدقائي انه هنا تحمل عندي بصفحة الداونلود، مجرد اقول له شو
ان فولدر، راح ينفتح لي فولدر داونلود وراح تلقون موجود اللارجون البرنامج منزل. فيلا تعالوا خلينا ننصبه ايضا. لو تلاحظون يا اصدقائي دخلنا على ملف الداونلود وبعدها راح نقول له دبل كليك ونسوي عملية الران اللي هو النكست نكست نكست. راح نختار اللغة، هنا اللغة الانجليزية طبعا راح يطلع لك يقول لك select the language to use during the installation. ومثل ما تلاحظ امامك هنا راح يطلب next ومن بعدها next، وين تشوف بيا فايل تريد انت تخزن البرنامج او تسوي له setup التنصيب. وبعدها ايضا نضغط next اخر. عندما راح نضغط على الانستال راح يظهر التنصيب الاعتيادي. يمكن ممكن اي شخص يقدر ينصب هذا البرنامج بشكل سريع وسهل. طبعا بالامكان يا اصدقائي انه خليكم هذا الرابط الاخر في حالة انه اذا ما استطعت او ما قدرت انه تنصب للبرنامج، فاكو زيب فايل اسمه لارجون بروتابل موجود على الجيت هاب مرفوع. مجرد ما انه تضغط عليه وتنصبه وتفتح الملف مال الضغط مثل ما هو امامك هنا راح يطلع لي برنامج اللارجون. طبعا خلينا نشغل البرنامج مال اللارجون اللي موجود امامنا، نسوي له تفعيل. راح تنفتح النافذة يا اصدقائي بهذا الشكل الواجهي. مجرد ما انه اضغط على ستارت اول راح يتفعل عندي الاباتشي والماي اس كيو ال اللي هو قاعدة البيانات. هسه احنا ما راح نتكلم عليه هاي الامور كلها، مجرد انه نفتح نقول له ستارت اول خاطر يتفعل عندي استضافة على الكمبيوتر مالتي. يعني مثل ما نقول كأنما انا عندي دومين، اوكي كأنما انا عندي دومين. عند ما تظهر عندي علامة الستوب معناته انه تشغل عندي البرنامج او الخادم. بعدها راح نروح على الروت مثل ما تلاحظون امامكم، وبالروت هنا راح يكون هنالك مواقع موجودة داخل الروت. فداخل الروت راح نقدر نخلي مالتنا ال PHP الملف، يعني ملف ال PHP خاطر اشوفه على البراوزر. لو لاحظنا على الباث يا اصدقائي، لو لاحظنا انه على اللارجون الملف اكو هنا خانة اسمها www 3 دبليوات، فهذه هنا راح يكون موجود كل ملفات ال PHP خاطر استدعيها بالبراوزر. فمثل ما تلاحظ امامك هذا هو البرنامج اللارجون، هذا ال www، هنا اخزن الفايلات مال ال PHP واشغلهن على البراوزر. خلينا ناخذ مثال اتي هسه. راح ناخذ مثال بسيط جدا، مجرد ما نضغط على الويب، على كلمة الويب راح تنفتح لي نافذة بالبراوزر يا اصدقائي. راح اشاهد يا اصدقائي انه فتح لي اللوكال اللي هي صفحة الاندكس اللي شفناها. هسه احنا لازم نضيف فايلاتنا ونجي نشغلها ونفعلها كأنما انا عندي دومين على الانترنت. مثل ما تعرفون انه عندي برنامج الفيجوال ستوديو كود، هذا اللي متعلمين عليه، نضغط على الفايل ومن خلال ما نروح على الفايل نكوننا فايل ونخزنه على شكل PHP. هنا خطر اخزن فايل ال PHP لازم اخليه قلنا بالملف بالامتداد مال ال www، وهاي اكيد سهلة يعني مو صعبة عليكم. ومثل ما تلاحظون امامكم سميته hello PHP. لو سيفت هسه راح يصير عندي ملف PHP ويكون باللون البنفسجي. راح تشوفون انه يظهر علامة الفيل بالمحرر يا اصدقائي، هذا لغة ال PHP. طبعا تاج ال PHP جدا سهل، تاج الفتح والغلق مال ال PHP جدا سهل. مجرد انه نفتح وسم التاج وكلمة علامة التعجب ونخلي كلمة ال PHP. لو تلاحظون انا بس مجرد كتبت علامة التعجب فتلقائيا البراوزر راح يقول لي تريد PHP، راح اكتب كلمة البي وبعدين راح اكتب ال PHP، فراح يظهر لي انه البراوزر او المحرر اوكي انه فهم ان انا راح ابدي اكتب اكواد لغة ال PHP. هذا بداية كتابة تاج الفتح. مثل ما تلاحظون امامكم ظهر لي الاختصار السريع ايضا، وهذه هي امامكم تاج فتح وتاج غلق. خاطر اكتب فد رسالة يعرض لي اياها على البراوزر، خاطر اشوف فد مسج معين واشوف شغله صحيح. لطباعة اي مسج معين راح نخلي كلمة ايكو ونخلي دبل كوتيشن
مثل ما تلاحظ أمامك، كتبت أنا مسج اسمه Hello I am عبد الرحمن. ودائما بلغة الـ PHP، لغة الـ PHP جدا حساسة، فيحتاج أنه من عندنا أنه دائما يكون هنالك سيمي كولوم يا أصدقائي. هسا احنا خاطر أنه نشوف شغلنا صحيح لازم نروح على البراوزر، فنروح للبراوزر هنا ويا كلمة اللوكال هوست راح نخلي فت شارحة إذا موجودة ويانا هاي اللغة الدويتش. أوكي هاي الشارحة، وأكتب كلمة hello مثل ما سميته أنا الملف PHP، وراح أضغط هنا. الخادم راح يعرض لي الرسالة اللي أنا كتبتها بالملف مال الفيجوال ستوديو كود. أوكي مجرد هاي الفقرة نسويها، ومثل ما تلاحظون بعد ما حمل ظهر لي مسج hello I am عبد الرحمن. هاي كخطوة أولى إنه هسه قدرنا نسوي implementation، يعني أو معالجة الكود مالتي بشكل كأنما هسه أنا عندي بصورة عامة، كأنما أنا عندي إنترنت، كأنما أنا عندي دومين، كأنما أنا عندي www.abood.com. فهسه أنا أشتغل بشكل أونلاين باكند. فبالأيام الجاية راح ناخذ كتابة المتغيرات وشون نبدي ندمج ال HTML ويا ال PHP بحيث ما أخلي أي مبرمج آخر يفتح الصفحة والموقع مالتي ويبوق الكود مالي، فراح يكون كله مختفي. لذلك كل الشركات تطلب مبرمجين الباكند، وهاي أنت أول خطوة راح تبدي تشتغل على السيرفر بشكل أونلاين، وهنا راح يبدي البزنس، وهنا راح يبدي عروض كثيرة، لأنه هم يريدوك فول ستاك، ما يريدوك أنه بس فقط فرونت اند، لازم يكون عندك باك اند. فهاي شوية بدينا هسه بلغة الـ PHP، وراح ناخذ بالدروس الجاية هواية أشياء وهواية. لذلك أنا أتمنى أنه من عندك تكون ملتزم، لأنه هاي الدورات تدفع عليها 200 يورو باليودمي تقدر تاخذها. انا جاي اطرحها عليك بشكل مجاني، بس هي معروفة هاي بكل العالم، اي كورس مجاني ما الى ناس ترغب له، اما الكورس المدفوع اللي انت تدفع مبلغ من جيبك فراح تلتزم وراح تتعلم. هي الغاية والمحصلة انه هو الك هذا الشيء، اذا تريد تصير مبرمج، واذا ما تريد تصير وتستغل وقتك فهذا الشيء راجع لك. المهم اختار الشيء اللي يناسبك واختار الشيء الصح. اتمنى يا اصدقائي ما طولت عليكم، صح انه الفيديو راح ينزل بوقت متاخر، انا اسف جدا، بس حبيت انه اشرح لكم هاي التفاصيل اللي موجوده يا اصدقائي. في الختام يا احبائي اتمنى انه استفادينا انا وياكم وكل اللي موجودين من هذا الفيديو يعني بشكل عام، وأيضا أسأل اللهم ربي يوفقكم ويحفظكم ويخليكم. وإذا عندكم سؤال واستفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات، سوري راحت الشاشة، عادي صورتي موجودة. المهم اكتبوا لي بالتعليقات إذا عاجبكم أي شيء تعرفوا، إن شاء الله أيضا أكو أشياء جديدة أخرى أريد أنزلها لكم ووضحها لكم، فنحاول نطعم القناة بعدة أمور وعدة تفاصيل، منها دورات تعليمية، منها الشغل، منها السفر، منها العمل، منها البزنس، منها شلون الواحد يكون نفسه ويوصل. فأتمنى لكم كل الموفقية وتصبحون على خير، أشوفكم بالأيام القادمة يا أصدقائي. تحياتي لكم، أخوكم عبد الرحمن.